تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية شكر جوابية من السيد سمير عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين. ورفع رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين في البرقية بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء كتلة تجار 22 الفائزين بعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين في دورتها 30 إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله آيات الشكر والامتنان، وذلك ردا على برقية التهنئة التي تلقاها وزملائه من سموه بمناسبة انتخابه لمجلس إدارة غرفة البحرين. نوه رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين في البرقية بالاهتمام والرعاية المستمرة التي حظيت بها الغرفة من قبل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى أن الغرفة ستستمر في تعزيز دورها وفق ما تطلع به من مسؤوليات في تمثيل القطاع الخاص، ومشيرا إلى أن مجلس الإدارة في دورته الجديدة سوف يسير باتجاه تحقيق المزيد من الإنجازات التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين. أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين مواصلة البناء على ما تم إنجازه خلال السنوات الأربع الماضية بدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، داعيا المولى عز وجل أن يوفق سموه على طريق الخير لتحقيق ما يصبو إليه جميع المواطنين من تقدم ورفعة لمملكة البحرين.